دايما متعودين ان احنا نعرض على حضراتكم اسطوره من اساطير النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله معانا اسطوره جديده من اساطير النادي الاهلي، نجمنا النهارده هو الرائع مروان كنفاني. ده طبعا حارس مرمى كبير جدا جدا، صاحب الجنسية طبعا الفلسطينية، سطر طبعا تاريخ مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، جعله من أحد أهم اللاعبين في جيله. طبعا هنشوف إن شاء الله تقرير عن هذه الأسطورة بعد التقرير فاصل، ونرجع مع ضيفنا الكريم الأستاذ طارق الأدور. سطر تاريخا كبيرا مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، جعله أحد أهم اللاعبين في جيله. حارس المرمى الفلسطيني العملاق مروان كنفاني. لعب كنفاني في صفوف الأهلي السوري بدمشق ومنتخب المدارس ومنتخب سوريا خلال الوحدة العربية، ثم التحق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية. وأثناء مواجهات كروية مع الجيش الثاني المصري، تم اكتشافه من مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا التعاقد معه. انضم كنفاني للأهلي عام 1961 وسط كوكبة من الأساطير، على رأسهم صالح سليم وفاروق الضضوي وميم الشربيني ومحمود الجهري وطه إسماعيل. مروان الذي تألق في مركز حراسة المرمى لم ينسى أبدا طلب والده باستكمال مشواره الدراسي، مما ساعده بعد نهاية مشواره الكروي على الاتجاه للعمل السياسي والكفاح من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ورغم تألق مروان كنفاني وزوده عن مرمى الأهلي مواسم عديدة، يبقى موسم عام 1960-1961 أحد أبرز مواسمه على الإطلاق، والذي كان سببا رئيسا في جمع كل البطولات التي شارك فيها النادي، بدءا من بطولة الدوري العام ثم بطولة كأس مصر ثم كأس الوحدة بين مصر وسوريا.